صباح الخير، صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ قولي انت كي دايره ساره العرجه؟ كي دايره يا ساره العرجه؟ اش نقول لكم، باقا كنعرج لكن الحمد لله على كل حال. كونوا من الحامدين والشاكرين. انا جاي انا جاي، كعيط عليا. اي كونوا من الحامدين والشاكرين. اش دار؟ انا باغي الضارب. جيت صباح، دابا عندنا 10 الصباح، جيت دايره مع فاطمه صاحبتي ومع بشرى صاحبتي المحاميه الاخرى. السيمانه اللي فاتت دايرين، اليوم الخميس غنديروا واحد السفاري، ربطوا العودان في الغابه ونجلسوا شويه. ما نقدرش انولي نخسر لهم بلان ديالهم، واخا ضراني رجلي، لكن قلت ماشي مشكل. ايوا دابا خرجتو هنايا شويه يفرغ الانرجي ديالو، لانه كيكون مجهد شحال من يوم ما كيتركبش. من السبت والحد كنركب عليه صافي، وسط ما انا ما كنركبش نادرا، كيكون مجهد بزاف، كيهرب بيا صقع الحرامي. وما كنقدش عليه، ما خرجت شويه هنا يجري يخرج داك الانرجي ديالو. بغيت نقول لكم هذا الفيديو، حميمتي حميمتي في كانت مكتبه ليا، في كانت مخبيه ليا. هذا الفيديو بنات خاص بالطب السياحي اللي بزاف كنتسول عليه. بغيت نقاد بعدا هاد الكاميرا، مابغاش تهدى دقيقه. الله. هذا الفيديو خاص بالطب السياحي، بزاف ديال الناس كيسولوني. كنعتذر بعدا اول حاجه على الناس اللي ما قدرناش نجاوبوا عليهم. كانت عندي البنت شاده ليا هذا الواتساب ديال هذه الخدمه هذه، وتخربقوا لي رونديفو، تخربقوا بزاف ديال الحاجات. ماشي تخربقوا لي رونديفو، بزاف ديال الناس اللي بقاو كيتسناو وما جاهمش رد، لان بنت ما بقاتش خدامه معايا، وانا راكم عرفتوا دخلت في هذه الدوامه هذه، ما عنديش كيفاش ندير. بقا نجاوب في الواتساب، ما حيلتي صداع الراس، مشاكلي ما حيلتي بزاف ديال الحاجات. لكن دابا الحمد لله غنتكونسونطرا على خدمتي ديال بصح. كنتعامل مع دكاتره كتعرفوا كاملين انه الطب السياحي في اسطنبول ولا في تركيا، يعني خصوصا اسطنبول، رقم واحد العالم كامل، دول الخليج، دول اوروبيه، امريكان، كندا، دول افريقيه، بزاف كلهم تقريبا الانجليز كيجيو يديروا عمليات هنايا، سواء الزراعه ديال الشعر، سواء السنان. راكم عارفين عنواني ديال السنان شنو هو، الاخ حسن. عملية تكبير، تصغير، عملية ديال شد البطن، شد الوجه، المعدة. الحاجة اللي نبغي منكم هذا الرقم، هذا هو اللي غتواصلوا معايا فيه، غير الله يخليكم كنترجاكم غير للشغل فقط. يعني اللي بغى يدير عملية تجميلية ولا بغى شي حاجة كتخص الصحة، الله يخليكم. بزاف كيجيوني ميساجات في داك الواتساب، سارة بغيت غير نتعرف عليك، عافاكم الله يخليكم. هذا المقدم كنخصص هذا الوقت لهاد الخدمه هذه، ما خاصنيش نضيع الوقت لانني عندي وليداتي صغار، خاصني نطيب ليهم، رانا في الدار ما نعاوشيكم، طيب ليهم، نجمع كوزينتي، نجمع داري، الشراوط اللي ما كيتقاداوش عندي كاي ام. هادشي علاش داكشي راه الناس عارفيني في الانستغرام، كنتحدث انا وياهم ونقشبو داكشي. هادشي خليوه للانستغرام، دوزوا عندي الانستغرام اللي هو sara.bakenin. اما الخدمه نخليو هذه الخدمه، عافاكم كنترجاكم ما ديروهاش مني قل الصواب. يعني الانستغرام رانا كنتحدث ونضحك ونهضر للتعارف ونتعرف عليكم، غير هذا الواتساب هذا الشيء ديال الخدمه. يعني بغيتوا شي حاجه كيف ما كانت، دابا عارفين دابا جاي الصيف وتحلت دابا لا سيزون ديال الطب السياحي اكثر واكثر، كل شيء كيت اورغانيز عليكم. بغيتوا اي حاجه، مثلا بغيتي ديروا عمليه ديال شد الوجه، شد الوجه بحال هكا ولا كطلع بحال هكا الحجبان، يعني شد الوجه كيقولوا شي، يقولوا لها فيس ليفتينغ، واحد الكلمه كيقولوا لها
ما عرف شنو هذيك، بحال الكلمه بحال اللعيبه ديال كيم كارداشيان كيقولوا لها الوجه، كيقولوا على حساب واحد الممثله ما عقلتش كل شيء، غير صيفطوا لي الصوره قولوا لي ساره بغيت ندير عمليه فلان فلانيه، صيفطوا لي باش ما نضيعوش الوقت، صيفطوا لي في الحال صوره مثلا بغيتوا ديروا وجهكم شد ياك، عرفتوا كي كتجي النتيجه كتولي واعره، راه اصاله دارسه، شوفوا كي ولات رجعت 20 عام صغارت. صيفطوا لي وجهكم من البروفيل بلا زيت بلا حتى شي حاجه، كواد صيفطوا لي واخا ما تكونوش دايره الزيت ما ماشي مشكل، صيفطوا لي وجهكم من هكا من البروفيل ومن القدام بحال هكا، مثلا الاسنان صيفطوا لي اسنانكم بحال هكا هكا ماشي هكا ها هكا هكا، وحلو صوروا لي من تحت ومن الفوق بحال هكا باش نصيفط داكشي نعطي للطبيب تصاور وهو يقول لي شنو خاصني شنو خاصني شنو خاصنا نديرو. بالنسبه مثلا عمليه تكبير الصدر ولا تصغير الصدر، صوروا لي غير من هنايا الصدر ديالكم من القدام ومن البروفيل كيف ما كيديروا الناس، كيصيفطوا لي التصاور ديالهم كنعطيهم الطبيب كنوريهم ليه كنقول لي هذه الحاله هذه شنو معمول فيها، يقول لي ها كاين ها كاين ها كاين، انا كنقول للمريضه ولا المريض كيف ما كان شنو غادي يدار صافي، وكنقول لهم الثمن ديال العمليه وكنورغانيزيو ليهم، بغاو لوطيل بغاو كل شيء داخل وهذا اوكي، بغاو هما يجيو راسهم لوطيل ديالهم اللي ريزيرفاوه راسهم وداك الشيء، بغاو غير العمليه اوكي كل شيء مرحبا والف مرحبا، انا في الخدمه الحمد لله دابا خديت الموطور دابا غنولي نتنقل ديال ونكون معكم ان شاء الله في يوم العمليه، نكون معكم نكونوا اكيدين ان شاء الله، وكونوا واثقين كونوا واثقين انا راه خدامه بوجهي، وجهي ثم وجهي ثم وجهي، ما نبغيش وجهي يخسر ليا مع الناس لانني خدامه بلا ريفيرونس، وحده كتقولها لوحده وحده كتقولها لوحده، ماشي دايره هذا الشيء ك صافي غير تجاره ربح فلوس والهلي يقلب ويش يقلب، بحال مع الاسف الشديد كنقولوا كنتاسف بحال بزاف ديال الناس اللي دايرين الطب السياحي هنايا، اسامي معروفه وداك الشيء، في الاخر كتكون النتيجه ماشي هي هذيك، الناس كيمشيو لبلادهم كيبداو يتشكاو انا ري وجهي انا ري سناني طاحوا ليا انا ري هادي انا ري هادي، كيبيعوا يعني غير سميه كماركه، فهمتي انا سميتهم ماركه، اش كدير تما هبي كيشوفي وكيدير فيا اي شنو ثاني، يعني جاتني ظروف كيف ما عارفين جاتني ظروف اللي بسم الله الرحمن الرحيم ظروف اللي عارفين اللي خلاتني شويه بعدت على الخدمه، ما بقيتش مكونسونطري على حتى شي حاجه، اليوتيوب ما بقيتش مكونسونطري عليه مؤخرا راكم نتوما مشاهدين، لكن دابا الحمد لله صافي نقيت طريقي من الشوك ما بقى عندي حتى شي مشكل اللهم لك الحمد، كاين شويه ولكن الحمد لله، خصكم ديما كتقول الحمد لله واخا يكونوا المشاكل كونوا من الحامدين والشاكرين، ديما كنقول لكم يعني ما بقاش عندي، يعني بغيت نقول لكم ما بقاش عندي شي عائق يخليني ما نخدمش، انا دابا غنخصص وقتي اغلب وقتي للخدمه، عندي الخدمه ديال الترجمه مع النداء الترجمه ديال الترجمه القضائيه هذيك دائما كاينه، بالنسبه للناس اللي مثلا عايشين هنايا بغاو استشارات قانونيه شي قضيه ولا شي حاجه حتى هي مرحبا والف مرحبا، عاوتاني شنو تاني ويلي الهبيل جدار ويلي 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 حيد هذاك ديال اللي كنشدوها به كاع اش دار، بغيتو الطب السياحي مرحبا بكم والف مرحبا، انا هنا دابا في الخدمه ديالكم اعتبروني اختكم اعتبروني بنتكم بنت بلادكم، من غير بنت بلادكم الاجنبيات خواتاتنا الجزائريات التونسيات الليبيات المصريات العراقي كل شيء خواتاتنا على راسنا وعينينا، انا في الخدمه ان شاء الله تكون نتيجه مرضيه، كونوا اكيدين كونوا اكيدين، اي حاجه خصاتكم في التجميل ولا في الطب ولا في اطفال الانابيب مثلا، ماشي غير تجميل اطفال الانابيب، اي عمليه العمليات الكبار الزراعه ديال الاعضاء حتى هما كنديروهم كل شيء، جمعوا كلمه الطب ك
كامله، داكشي كامل اللي فيها كوم ديتاي، هادشي كامل كاين عندنا الحمد لله. يعني اطباء ما شاء الله عليهم متمكنين جدا، اطباء الاتراك معروفين. يعني عندكم اطباء الاتراك ولا كوافير الاتراك؟ هادو زعما ديما كنقولها في حقهم، كوافير الاتراك عفارت والاطباء الاتراك عفارت. ماشي كنطيح بشي واحد، لا بالعكس، انا كنشوف يعني المهاره اللي شفت بعيني. بلاتي نحيد، شوف شوف شوف، الله يرحم باكم. شوف واش دار، اجي اجي، شوف واش دار، كاع اجي، شوف شوف شوف، كاع شوف واش دار. انت كي درتي لها؟ ها هادي دور عندي. لاتي لاتي صبروا عليا دقيقة. هدا ولي ولي، خليك بالخلا مغبر نعس في التراب. راجي قول السلام طاطواتك، قول سلام سلام. هذا هو حبيب القلب، هذا خوتي كافيني، هذا كافيني ياك ياك، انا كافيني وكافيه. هلا وسي لاوا، هلا وسي، هلا وسي لاوا. تحير ليهم والله لا تقبيله، كيجري وكيتحير، كيجري وكيتحير. يلا دير، ها هوب هوب، يلا بوسني وبوسني بوسني بوسني. خاصمت معايا، خاصمت معايا. اجي قول لهم السلام، اجي ولا قول لهم السلام. عرق يلا سير، يلا سير ضرك زلافتك، يلا سير سير جري، يلا سير جري، يلا يلا. وهذا الشيء اللي كاين، هذا هو الفيديو ديال اليوم. بغيت نعاود نفكركم، نقول لكم مرحبا والف مرحبا. اختكم ساره، بنتكم ساره في الخدمه، وين هذا كلشي كيتحل. وبسلام عليكم، تهلاو في راسكم بزاف بزاف. ادوي ساره كيفاش جيتي؟ جيت رانا جيت في الموطور الحمد لله بخير. راه كنكون حاطه رجلي في الموطور، لكن ملي كنبغي نحط رجلي في الضوء الاحمر ولا هذا كنحط رجلي على هكا الحاشيه بحال هكا. ويلي اش درت؟ كنحط رجلي بحال هكا، ملي كنوقف في الضوء الاحمر كنحط رجلي بحال هكا، مكنعفطش على على صبعي. والجروح الجرحات اللي باقين ليا هنايا اللي عندي في الكبيره باقين كيعقروني. ايوا الحمد لله، هادشي اللي كاين. تهلاو في راسكم بزاف بزاف، نتلاقاو ان شاء الله بالفيديو الجاي.